احنا ما جرينا لبنان للحرب، في عدو اسرائيلي موجود، هذا العدو الاسرائيلي خطر، وهذا العدو الاسرائيلي كل ساعة ممكن يعمل حرب على لبنان، ما بحاجة لا لذرائع ولا لمبررات. فات 1982 ظهر الفلسطينيين على تونس وألغى المقاومة الفلسطينية، ليش بقي لسنة 2000؟ 18 سنة بقي بلبنان، ليش بقي؟ بقي لأنه بده يعمل مستوطنات بلبنان، بقي لأنه بده يوطن بلبنان. هذا عدو توسعي إذا شايفينه هلأ مش عم بيقرب لأنه خيفان. لما رحنا على سوريا شو كانت نتيجتها؟ رغم أنه نحن طلعنا من البلد وفي ناس ما كان عندها قناعة بالموضوع، نحن حمينا لبنان، حمينا المسلمين، حمينا المسيحيين، منعنا داعش، وقفنا لأنه عملنا دفاع استباقي بهذا الموضوع. اليوم مع هذا العدو الإسرائيلي ما فيك تنام. لماذا جبهة سوريا منكفئة؟ وضع سوريا وضع كتير حساس وليس لديها قدرة. خلينا نكون واقعيين، سوريا ملبكة بحالها، ومثل ما شايفين استمرار وجود المسلحين بجزء من سوريا عاملين أزمة للوضع السوري. الحصار اللي عامله الأمريكاني والأوروبيين والآخرين على سوريا جاعل قدرات سوريا قدرات محدودة، وبالتالي هل قد سوريا بتقدر؟ هن مش قادرين يعملوا أكثر من هيك.